السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتعرف النهاردة على إجابة امتحان الحاسب الآلي محافظة أسيوط العام الدراسي 2024 الترم الأول، يلا بينا. هنا السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ. الأحداث والإجراءات الخاصة بأي كائن في لغة البرمجة يطلق عليها خصائص بروبرتس، طبعا خطأ. تشترك كل من أداتي التحكم ليست بوكس وصندوق التحرير والسارت كومبو بوكس في الخاصية items، طبعا صح. حل المشكلة عبارة عن الخطوات والأنشطة والعمليات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى الهدف أو الناتج، طبعا إجابة صحيحة. عند وضع القيمة للخاصية back color تساوي dark green يظهر أثرها في وضع التصميم فقط. طيب بص كده معايا، أدي البرنامج أهو، هنا ادي مثلا هنفترض الفورم اي اداه يعني مش هتفرق، وهاجي هنا على الباك كلر اهوت وهفتح كده واختار مثلا اي خاصيه عادي او اي قيمه للخاصيه، اخد مثلا الديسكتوب ديت تمام كده. طيب هنا ظهر اللون اهوت في وضع التصميم. طب لو احنا جينا نضغط F5 او ستارت ديبجنج هنا عشان نعمل تشغيل للمشروع او البرنامج، ايه رايك؟ يبقى هنا ظهر في وضع التصميم ووضع الايه التشغيل. يبقى اذا قيمه الخاصيه باك كلر تظهر في ايه، في كافه الاوضاع في الوضعيه، تمام كده. يبقى هنا طبعا بقول لي في التصميم فقط، يبقى الاجابه ايه خاطئه. طيب لغه البرمجه فيجوال بيزك دوت نت احدى لغات البرمجه ذات المستوى العالي، طبعا صح لانها تكتب بالحروف ايه انجليزيه. السؤال الثاني بقول لي هنا اكمل خريطه التدفق من خلال الجدول اللي عندك هنا، اكمل الجدول الاتي بكتابه الرقم الذي يحدد. طيب احنا هنكتب هنا الارقام بناء على الخريطه اللي عندي، الخريطه ديت لقراءه عمري حنان وسهم وكتابة اسم أيهما أكبر في السن. طيب حنان كاتبها حنان وسهى سهى. طيب هنا رقم واحد، رقم واحد ده عبارة عن إيه؟ ستارت، يبقى هحط هنا قدام ستارت واحد. طيب رقم اتنين ده عملية إدخال، يبقى ريد إنتر جيت إنبوت، يبقى أدي هنا أدي ريد. رقم تلاتة هنا سؤال، هل حنان أكبر من سهى؟ هل حنان أكبر؟ يبقى دي رقم تلاتة. طيب رقم أربعة هنا بيقول لي يس، لو يس يبقى حنان، طب لو نو اكيد هتبقى ايه اللي هي رقم اربعه، لو نو هتبقى ايه سهى اكيد، مش في اللي هي، يبقى ده اربعه. طيب اخر حاجه خمسه انت بس كده، ادي الخريطه تمام. يبقى ينقل الايه الجدول ده، هو مش طالب ان هو يرسم الخريطه، هو يرسم ان ايه الجدول ده ينتقل بالخطوات مرتبه، سواء يحطه بنفس الشكل كده ويحط الارقام هنا او يرتبها 1 2 3 4 زي ما عاوز. طيب السؤال اللي بعده، اكتب مكان النقط المصطلح العلمي. تعد لغة الفيجوال بيزك دوت نت نقط لأن برامجها تعمل من خلال كائنات، يعني تعتمد على كائنات، يعني كائنية التشغيل Object Oriented، يبقى Object Oriented أدي رقم واحد. طيب نقط قائمة تعرض الأحداث الخاصة بالعنصر المختار في الكلاسز نيم، طبعا ديت الميثود نيم، الميثود نيم أه. طيب رقم ثلاثة خاصية تحدد حالة نافذة النموذج في وضع التكبير أو التصغير أو العادي، طبعا الخاصية ويندو ستيت، ويندو ستيت. طيب رقم أربعة نقط يصمم عليها واجهة مش محتاجين نكمل على طول، النموذج فورم، النموذج فورم طبعا مش فاكر إلا الإجراءات خمسة، يحتوي كل منها على أوامر وتعليمات تنفذ الأوامر والتعليمات عند استدعائها اللي هي الإجراءات أو بروسيدجرز اللي هي رقم خمسة. السؤال اللي بعده تخيل اختر الإجابة الصحيحة. طيب عنصر التحكم الذي يمكن استخدامه على نافذة النموذج لاختيار نوع الطالب ذكر أو أنثى، طبعا هنا الراديو بوتون، مفيش إلا اختيار واحد اللي هو الراديو بوتون. المكتبات والمترجمات وبيئة التشغيل للتطبيقات من أهم العناصر المكونة للدوت نت فريم ورك. خاصية واحدة مما يلي تنفرد بها الأداة تكست بوكس، طبعا الباسورد شير، وضع رمز بدل من النص. مجموعة الصفات التي يتصف، يبقى البروبرتيز أو الخصائص. رقم خمسة في صندوق الأدوات يمكن عرض كافة أدوات التحكم باختيار الفئة، طبعا الأدوات بتوضع في صندوق الأدوات على شكل فئات كلاسز، فعشان أظهر الكفة بختار الأمر All Windows Form، All Windows Form. عندي البرنامج أهو، انا هنا كل حاجه محطوطه على شكل فئات اللي هي علامه الزائد دي، لو انا عاوز اظهر الكل اول ويندوز فورمز اضغط عليها روح ظهر كل الايه ادوات بتاعتي، تمام كده.
اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، وما تنساش موجود على القناه شرح للترم الاول والترم الثاني وامتحانات المحافظات الترم الاول والترم الثاني والمراجعات. بالتوفيق والنجاح يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.